الاختصاص ديالي انا عبد السلام السفياني، في بديت في المديح والسماع. كنقولوا حنا كنجلسوا اللي ما جلسش على الحصيره وربع رجلي في الزوايا، هذيك هي الاساس، هذيك هي الاساس لا باز. متفقين. يعني بحال اللي كيقول الشيخ الملحون، الشيخ بلا شيخ جبحو خالي. شنو هي جبحو؟ الجبح ديالو خالي، الصوت ديالو خالي. الشيخ شيخ بلا شيخ جبحو خالي، يعني مثلا اللي ما داش من عند الشيوخ واستفد منهم ما عمره ما تكون منه الكاينه، ولو تكون غير بدعوه ديال الخير. كاينه. جلسنا في الحصير، جلسنا في المديح والسماع، حفظنا البوردة والهمزيه. هذه هي الانطلاقه ديال عبد السلام السفياني، من تما عاجت نتكلموا عليها من بعد الانطلاقه ديال الموسيقى الاندلسيه. وكانت مرافقتك كبيره وطويله للحاج قاره. البدايه ديالي كانت مع، كنت كنتعلم في الزاويه المباركيه عندنا في سلا، كتعرف مدينه سلا كلها زوايا واضرحه من جل المدن العتيقه بالمغرب. كانت الزاويه المباركيه والزاويه المنصوريه كنت كنتعلم فيهم على الشيخ سيدي احمد القصباوي. ومن تمايا مشيت مع الحاج محمد الزكي وسيدي عبد اللطيف المنصور مولي علي غانمي مع جوق الاذاعه ديال مولي احمد الوكيلي. عاد جا شي وما نساش الشيخ الاولاني السي نور ديال كرومبي والسي الحاج العربي زلو. عاد وليت كنخدم مع الاجواق الكبيره، بحال الانسان اللعاب كيكون على ديك في كره القدم كيكون بريمير ديفيزيون كيلعب شويه، كيلعب مع فروق. دابا انتم الشامبيونز ليغ ديال الملحون دابا.